نستمر أيها الأحبة في حديثنا وفي تأملنا وتدبرنا لآيات الله عز وجل من سورة الحجرات، ونصل اليوم إلى الآية 11. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تؤمنوا أنفسكم ولا تنالوا الأرحام، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن يتق فأولئك هم الظالمون. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أن تسمى في عالم الملك، في عالم الإنس والجن، وفي عالم الملك وفي عالم الملائكة فاسقا، بل أن كنت تسمى مؤمنا، وبينك وبين أن تنزلق من اسمي مؤمن إلى اسمي فاسد، نعوذ بالله. مبالغ كثيرة بينك وبين ذلك هو أن لا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنأى عنها وأن تغفل عنها وعن ذكر الله وعن الصلاة. الله عز وجل السلام والعافية. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وتأملوا وتدبروا إخواني كيف يخاطب الله عز وجل المؤمنين، والله عز وجل يحب المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب أحب، ثم تنتهي الآية بالإنذار، بئس حذير. إن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. لا أدخل في موضوع الآية، ولكن أحوم حولها وأترك لإخواني مجالا لكي يحدثكم في صلب الآيات ودلالتها. يقول أحد المفسرين: إن سورة الحجرات سورة تعلم محاسن الأخلاق، وتعلم تخلق مع الله عز وجل، تخلق العبد مع الله عز وجل، وتخلق العبد مع المؤمنين، وتخلق المؤمنين مع أعداء الإيمان، مع أعداء المؤمنين. فإذا من ناحية أخلاقية تعرفها الأخلاق، فتخلق وتعلم الأخلاق الطيبة، وتقدير الأخلاق الطيبة عند إخواننا وعند الناس أجمعين، هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه كثيرا. الأخلاق الحسنة ينال بها العبد المؤمن والأمل المؤمنة عند الله عز وجل المقامات ما لا ينالانه بكثرة الصلاة والصيام والعبادة. أخلاق الحسنة. المروءة والأخلاق نجدها عند المؤمن ونجدها عند غير المؤمن، نجدها عند المؤمنة ونجدها عند الغافلة. كيف نقدرها وكيف نستثمر ما عند الناس من استعداد للخير لكي نقربه إلينا، لكي نقربه إلى الدعوة؟ نحسن الظن بالناس ونسيء الظن بأنفسنا، ففي كل واحد منا وواحدة رواسب من أخلاق الجاهلية، من أخلاق التي كنا نتخلق بها ونحن صبيان تربينا في بيئة مغربية مبوءة، أو أخلاق تعلمناها من رفقة سيئة في طفولتنا ورفاعتنا وشبابنا، كيف نتخلص من هذه الأخلاق السيئة؟ إذا نسيء الظن بأنفسنا، أقول أنا لا بد لي أن أتطهر من الأخلاق السيئة وأتعلم وأتخلق، ما تخلق أن يتفعل، أن يتكلف، أن يزيل من
من عادة السوء، من عادات سيئة، ومن أفكاره أفكار سيئة، ومن معاملاته مع الناس معاملات سيئة، ومن كلامه الألفاظ بذيئة، ومن كيفية خطابه للناس كيفيات التي يدعي. الأخلاق الطيبة هي كمال الدين، لم نقل هي عمال الدين. بعد الصلاة إطمان إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقد يصلي بعضهم ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء ولا عن المنكر فصلاته خلال باطلة، يعني باطلة شرعا لا نقول باطلة ولكن مفعولها وأثرها لا يرى. فإذا الأخلاق الطيبة هي عماد الدين، كمال نقول كمال الدين، الدين والإسلام وإيمان وإحسان، ولكن الأخلاق الطيبة هي ركيزة. نقف عند مرحلتين مراحل الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كي نتأمل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وعند بعثته وبعد انتصاره. قبل بعثة النبي انظروا إلى أخلاق النبي كيف كانت، تخلق بها عند بعثته لكي نعتبر ونتأمل، بعد انتصار دعوته صلى الله عليه وسلم ننظر كيف ينظر الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه بعد انتصاره. عندما جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع وأخذته الرهبان من منظر رسول الله سيدنا جبريل عليه السلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد له بعشرة ملائكة ففزع ولجأ إلى حضن ومن خديجة فقال يسألوني يجملوني خاف، فلن خف مشهر مشهر خاف، ما أذاقت أمنا خديجة وأنشوفكم من كل قد يجاوب الإعلام السؤال هذا شو خاف عندما قال يسألوني يجملوني فإن خف أكواق رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعوا جيدا. قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، والله والله لا يخزيك الله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم مازال بمجرد الدعوة، من خديجة مازال ما سمعتش ولكن فيها الخير، فيها استعداد الخير، فيها بقية البقايا التي سيدنا إبراهيم التي كان يدين بها العرب قبل الإسلام، هذيك البقية ديال الدين وديال الحنيفية ديال إبراهيمية تعطي لأخلاقي قيمتها. قال والله لا يخزيك الله أبدا، لأن الإنسان إذا أكرمه الله عز وجل فالله عز وجل أكرمه من أن يهينه وأن يخزيه. ولا تبغوا الأحباء أكرمكم الله بالإسلام وأكرمكم الله عز وجل منكم الذاكرين وتصلحوا لتكونوا من الذاكرين ومن أهل القرآن، فنسأل الله عز وجل أن لا يخزينا، أن لا يخزي أحد منا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، للأولى، إنك لتصل الرحم، شيء مهم جدا، أخلاق الإنسان تبدا من صلته، أخلاق طيبة، من صلته رحمه، والرحم جنة معلقة بعرش تقول يا ربي سير من وصلني وقطع القطاع، ما هذا؟ من الوشائج
التي بيني وبين أقرباء أحفظها لكي لا تنزفي. رحم الوالد أولا ولو القربى الله وعزيز كل شيئا وبوالديه إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار ذي صاحب الجنة ثم الرحم. كيف نصل الرحم من معارض الظلمة؟ بالبذل والعطاء. الجاهليون لا يذوقون لهذا طعما ولا يعرفون لهذا قيمة. الأسر أسر كي قلنا الأسرة النواتية الفاميلي نيوكلي كي نقول لا أنا ماشي نعرف شي نعرف الولد البنت الصغيرة كيربوها لأنه ديالهم توصل 16 عام ولا 17 ولا كذا يلاه برا خرج خلوه من البيت براسو يقرا ولا ما يقرا يكسب ولا لا يكسب مسؤولية ديالو رحم طبعاً يا أهل مزيان ولكن قطع الرحيم ما منهم حساب. إذا عندهم ضيف حتى ولدهم حتى حسبوا كل يعطي يخلص الزبال ديالو وعلى ولدك مخك شح قطع الرحيم. نقص كل بلد وصل الوالدين ولو القربى والمساكين واليتامى وجار ذي القربى وجار ذي القربى سيكون هذا من واحد خلق الدم ترسم. قالت له إنك مخصوص الرحيم لأنه الإنسان بحيث إنسان مكرم الرحيم ديالو ما يفرش فيه مسلم ولا مسلم ما تصدق الحديث. قالت له ما تصدق الحديث ما تكذبش وتحمل الكل تحمل الكل معنى تحمل الكل الكل هو قولوا باللغه العربيه العيان العيان كلا يكل انا اعيا يعين. اذا شي واحد ما مسكين ما قدرش ما قدرش يتوشى تحمله على الدابه مثلا وهذا حمل باينه اذا ما فيش الحمل المجازي واحد الانسان اللي هو الحياة ضراته ولا صبته مرض ولا صبته أشياء تحملهم على تحملهم ماشي بيديك أنت تعاونه وتوقف معاه وتعاونه وتعين على نوائب الحق تعين على نوائب الحق. أنا أما من أصابته مصيبة مرضة أو أصبت مصائب في الدنيا ومصيب الناس جميعا تحمله وتعين الناس على نوائب الحق. والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق. شي واحدة أخرى وتقري الضيف وتقري الضيف وتكسب المعدوم. شنو قرا الضيف؟ كرم الضيف الى ذا القراء هو طعام ضيف القراء طعام ضيف وتكسب المعدوم. هذه قراها في الروايات تكسب وتكسب معناها المعدوم معناها انه واحد الانسان معدم لا شيء في عنده من مال فتكسبه وتعطيه يعني الرواية مختلفة تكسب ولا تكسب هذا غلط. نمشيو للمرحلة الثانية كيف النبي صلى الله عليه وعلى آله الأخلاق ديالو كيف كان الناس إذا كان المسلمون يرون
أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما بدأ في الدعوة. هذيك سبتها باش ما ننساهاش. سيدنا جعفر بن أبي طالب كان من الذين هم المسلمين الأوائل الذين هاجروا إلى حبشة، كانت هجرة ديال حبشة. الحبشة شكون اللي كيحكم فيها في الوقت؟ النجاشي يقول رضي الله عنه أنه أسلم وآمن وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ساعة قبل ما يسلم النجاشي جاءوا الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا للحبشة لجاؤوا إليه. قال سيدنا جعفر بن أبي طالب، سيدنا جعفر بن أبي طالب شنو كيجي مع علي بن أبي طالب؟ احنا قلنا خويا خويا شنو قال النجاشي؟ قالوا بعث الله فينا رسولا، بعث الله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وأمانته. ما قال له شي راه ولد عمي وكان مغيره وكان مسرور انه ولد عمنا، لا نعرفه، انا نعرفه صدقه وزربنا، يعني عرفنا بانه ما كيكذبش. ايوا الا ما كيكذبش هي اللي صادق، ونسبه يعني ماشي واحد اللي يقولوا بدو غدا لا يقول راح في الجبهه الوالد مجهول ما كنعرفوش شكون با وشكون مو وشكون اصلو وشكون اصلو، يمكن يكون يهودي مخبي شنو كاين كاين عندنا في المغرب. وقلنا لكم هذه غير بين هلالين واحد من الموظفين الساميين في الدولة كيقولوا له فلان بسمية ديال المسلمين هو يهودي مو يهودية. إذا ونسبه وأمانته أمين، فإذا كان أمينا مع الناس فهو مع الله عز وجل يكون أمانا وأكثر أمانة. نمضي. عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم، يعني الروم هي البيزنطة، بعث له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة. هذه الرسالة يمكن وقتها الأخر نقول له شنو فيها ولا نخلو، إنه الوقت ما عندناش. فسأل هرقل هل هناك من عرب يعرفون هذا الرجل؟ ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفوش. وكان في ذلك الوقت أبو سفيان ولا يزال كافرا لما ذكر ورهتون من قريش، كان يذهبون بالتجارة إلى الشام وكانوا حضورا عندما وصلت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فاستدعاهم هرقل ليسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا كيف كان الحوار. وأبو سفيان يقول لولا أنني أخاف أن يكذبني أو أن أفضح لكذبت عليه، يعني أنه الناس كيسمعوا. وجاء هرقل بكبار كبار قومي محفل كبير والعرب اللي مع ابو سفيان تاهما حاضرين. ابو سفيان قال لك خفت لو كان ما خفتش هذوك يضحكوا علي ويكذبوني ويقولوا ماشي هكاك نكذب. قال صح، هو كافي ديك الساعه. ساله هرقل يقول لولا ما خافت ان يؤثر علي الكذب لكذبت عليه، من يؤثر علي ان ينقل علي الكذب لن يكذب ويصبح اثرا ويصبح شيئا يتحدث الناس به عني، ما معنى يؤثر عن الكذب. قال هرقل ما حسبه، ما هو الحسب؟ الحسب والنسب، ذلك الحسب والنسب. النسب نعرفه هو النسب، والحسب هو المجمل ما انجزه، نقول منجزاته في الحياه، ما فعل، ما هي أخلاقه وما هي أفعاله وما عملته الناس أو الحسد، ما يحسب من فضل عليه، من فضل له، ما يحسب له من فضل من الناس أو الحسد. قال هو في ناد حسب، قال أبو سفيان
هو في نادي حسن. تمام خلاص معروف كان رسول قاسمه الأمين فإذا ما هو الحسن. فسألنا الناشي قال هل كان في آبائه ملك؟ قال لا. قال تتهمونه بكذب؟ قال أبو سفيان لا. قال اتبعه الأشراف من الضعفاء؟ قال ما هي الضعفاء؟ قال يزيدون أو ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال يرفض أحد منهم تخطط لدينه؟ قال لا. واش كيرفضوا؟ قال لا. قال كيف قتالكم إياه؟ إذا تقاتلتم مع كيف؟ قال حولنا سجال نصيب منه ويصيب منا. قال بما يأمركم؟ قال بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. الأخلاق لا كما الأخلاق الصلاة والزكاة البدن والصلة والعفاف هذه قيم مشتركة بين الناس كلهم. ولكن إن هذا الكفار ديال قريش ما واخا كاين هذا الشيء هذا كله كيعرفوا القيمة ديال الأخلاق ما سلموا شيء ما عملوا شيء. قال ونحن معه على مده ونحن معه على مده كان ذلك على صلح الحديبية. الإسلام انتصر إنه لما أصبح قريش تحدث النبي صلى الله عليه وسلم حاوروا معه لكي يكون منهم هدنة ومدة مدة إلى مدتهم في القرآن الكريم. فكل شيء ما القرآن فيكم ماشي دائما كنسول كل مرة سيدنا بيجي الله يجزاكم بخير حفظوا القرآن وكونوا أهل القرآن كيتمزحوا كل ذلك ويرق يقول له هكذا الأنبياء لما كيقول له يتبعوا الضعفاء ولا يكذبوا وكذا وكذا أصبع الله قل هذه الصفة دي الأنبياء هذا يا ايها الذين امنوا ارجعوا الى ربكم راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.